السلام عليكم. بعد هزيمة المنتخب التونسي ضد غينيا الاستوائية وعقد الأمور على روحه بعد ما كان التعادل يكفيه باش يترشح للمقابلة الفاصلة، يندرى رئيس الجامعة وديع الجري بدأ يحس بالغلطة الكبيرة اللي عملها وقت اللي عين الناخب الوطني منذ الكبير على رأس المنتخب. يندرى وديع الجري بدأ يحس انه الترتيب الفيفا ما عنده حتى قيمة وما عنده حتى معنى، وهو نهار كامل خارج علينا في البلاتوات وينظر علينا. المنتخب التونسي كان ترتيبه كذا، أصبح ترتيبه كذا. المنتخب المصري ترتيبه تقريبا 41 موجود في المقابلة الفاصلة. المنتخب المغربي كيف ترتيبه أقل منا من الجولة الفارتة، موجود في المقابلة الفاصلة. وكيف المنتخب الجزائري ترتيبه أقل منا، تحصل على كاس إفريقيا وبنسبة كبيرة موجود في المقابلة الفاصلة، رغم أنه موجود في مجموعة أفضل وأقوى من المجموعة المتواجد فيها المنتخب التونسي. ربي باش نسألكم سؤال، يندرى عندنا منتخب خايب ينجمش يترشح الكاس العالم بخلاف فاروخ بن مصطفى اللي احتياطي في الترجي وأساسي مع المنتخب، وكيف بخلاف علي معلول اللي مرسله مع الأهلي وعلي معلول مع المنتخب، خلاف ياسين مرياح اللي ديما مرتاح وجوه باهي مع الناخب الوطني منظر الكبير، وكيف بخلاف الفرجاني ساسي اللي خايف على شعره لا يفسد في المقابلة أكثر من خوفه على المنتخب يترشح ولا الكوب دو مون، بخلاف وهبي الخزري كبران المنتخب يلعب في جرد سانت أديان مسجل 7 أهداف منهم هدف يا معلم من 60 من ورا السنتر ومع المنتخب قريب باش نجيبوله كاش بتاع رجبي ثماشي ما يمركي. قلتها ونعاودها، بخلاف 4-5 ملعبية الباقي الكل الشكارة والبحر بلاصتهم في البطولة المنحرفة الأولى، نهار كامل لو الجامعة وهي هاي تتفاوض لي مع ملعبية وتحبهم يتقمسوا ألوان المنتخب، هذا هاو ينشط في الدرجة الثانية الرومانية والآخر الدرجة الثالثة الإسبانية والآخر الدرجة السادسة الإنجليزية. يا معلم برمش يجيب لي صحيح هاوكا إسماعيل الغربي لاعب بي اس جي الفرنسي، برمش يجيبه وانت نهار كامل تتبع لي في التشش. والله 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 الملعبية اللي تتفاوض معاهم الجامعة ويحبوهم يتقمسوا ألوان المنتخب اللي يجيو دي راماسور في المنتخب الجزائري ولا المنتخب المغربي، بعد يخرج علينا منظر الكبير ويقول لك خدمنا خدمة جبارة وبعثنا فلان الفلاني يتفاوض مع الملاعب هذيك وخذا كلمة ما عند اللاعب الفلاني والصحيح ما ذم حتى شيء. زيد عليهم منظر الكبير نورمال مول المدرب هذايا يقدم يوزع بطاقات الفشل، ما هوش موجود في التوب 15، ما هوش موجود مع المدربين الأعلى أجر في القارة الإفريقية. شو وديع الجريه راهو يتبع في التقشف منظر الكبير هذاك هو سومو مدرب المنتخب الجزائري جمال بالماضي يتقاضى 65,000 دولار، مدرب المنتخب المصري 85,000 دولار والمغربي 89,000 دولار، يعني في التوب 15 اللي حكينا عليهم في المرتبة 15 يتقاضى في 20,000 دولار. بنظر الكبير أقل من إذن الله المنتخب التونسي باش ينتصر على المنتخب الزامبي باش يترشح للمقابلة الفاصلة، لكن كأنتي كمنظر الكبير تقعد مدرب فاشل. نورمال مول الجروب المتواجد حاليا في المنتخب التونسي لو كان جاي عند مدرب صحيح، عند مدرب شخصية كبيرة، عند مدرب يفهم بالرسمي كورة، رانا متمانين وعينينا مغمضة باش نترشحوا الكاس العالم بإذن الله. المقابلات الجاية باش تكون خير على المنتخب التونسي، وأولها مقابل زامبيا وفي الختام تونس تعيش.